آخر سؤال. قال واحد فنان عنده قصيدة، قال جيبوا لي الشيخ يقرأ لي ياسين. قال حالتي من الريد حالتي زي الطين، بالله قال زولتي نافرة بعيد زي جن الوزين. أبيات طويلة. أولا يا أخواننا، المعروف في الغناء أنه من الفسق، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال إنما يفعله عندنا الفساق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، صوت عند نعمة وصوت عند مصيبة. الصوت عند النعمة ده الغنى، والصوت عند مصيبة دي النياحة على الميت. طيب، فأولا الغناء المعروف إنه بيفعلوا الفساق، والأشعار بتاعتهم أشعار فسق وقلة حياء وسوء أدب، هذا في الغالب. لكن لما يجي يصل الغناء إلى مرحلة الشرك تبقى دي المصيبة الكبيرة ذاتها. يعني الغنى لما يكون قلة أدب براها، أنت ممكن تقول يدخل في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما ده فنان صعلوك شغال بيكون عيوناتك وضيناتك، ده ما شغل الفنانين كده، كويس؟ بتقول عنه لو بقى موحد وعقيدته نظيفة ربنا سبحانه وتعالى يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ده حرام نعم. لكن لما يبقى الغناء، خد بالك، يبقى شرك، تبقى دي المصيبة الكبيرة ذاتها. لأنه الغنى ده الناس بيتأثروا به كثير. ممكن تجي تفتح لك بإمتى محاضرة دينية في النت تلقى حضروها 10 أنفار، ممكن خطبة تكون لعالم كبير، خطبة تلقى للشيخ الألباني الحضور بتاعها 500 مشاهدة. تجي تفتح أغنية لفنان تلقى المشاهدة بتاعتها 5 مليون مشاهدة. لما نيجي زي ده يعلمون، يقول لهم جيبوا لي الشيخ يقرا لي ياسين. انت ما تقل ادبك ساي، الشيخ اتدخل شنو سينا المره دي؟ قال زولتي نفره بعيد زي جن الوزين. الحقه مش نفرت، الحقه امشي فتش ليها، فهمت؟ ده كله في النهايه محرم، لكن اتدخل الدجل شنو؟ قال كلموا الصلاح قلبي ما هو براء، جيبوا لي شنو؟ جيبوا لي علاج، سووا لي بخره. يا ود الناس اتدخل البخرات هنا شنو؟ جيبوا لي علاج. العلاج بتاع الشيء علاج شنو انت قايل؟ الناس البكوركو ده كلهم البيت وعيواناتك وضيناتك وعامله كيف؟ ده انت قال علاج شنو؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. عندك قروش عريس، شنو انت شغال؟ جيبوا لي بخرة وجيبوا لي الشيخ يا زول، امش عرس. قال زولتي نافرة بعيد، نافرة خليها، شوف واحدة تانية. النسوان كملن راقدات، شوف واحدة تانية كان بينفرت ما كملن ولا أي حاجة، كويس؟ بعدين قال يا الأولي يا الصلاح سووا لي حجاب. ده شرك بالله، ده شرك. أنت تشرك شان مرة الله يهديك، شان مرة تشرك بالله. قال يا الأولي يا الصلاح سووا لي حجاب، جيبوا لي علاج بمحاية الشرع ولا شنو ما أعرف. قلبي من الريد لا عيد إلا تاب. يا مسلم الكلام ده مبجوز يا أخواننا. وقصيدة زي دي أنت لو حضرتها قصيدة زي دي ولا أغنية وبتستمتع بها، أنت جمعت بين ذنبين اثنين. الذنب الأول ذنب الموسيقى والأغاني، الذنب الثاني والأكبر من الموسيقى الشرك بالله سبحانه وتعالى. كونك تقول جيبوا لي الشيخ ونادوا لي، وده ذاته كسلان. انت عليك الله ما دام عندك، ما دام مسك الشيخ ده مقتنع به، ما تنادي براك ينادونك ليه؟ نادوا لي الشيخ وجيبوا لي الشيخ والحقوا، كله فوق شنو؟ فوق مرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. شوف المرة توصل للزول لمرحلة، توصلك لمرحلة تكوس الفكيل بيجيب لك
وتكوس المحاية وتكوس البخرة ودار بأي طريقة تجيك. بس تعرف واحدين تقول لهم ده شرك، يقول لك يا مولانا أنا عارفه شرك وعارفه أي حاجة، بس دي دايرة تجيني. يا زول مالك أنت شنو أنت قايلة؟ لأنه الشيطان بيقول له يا أخي بس دي هالمرة ذاتها وهي قاشرة له، وكل يوم تجيب بلبسة جديدة والكلام والذوق ما تعرف، وكذاب إنسان والله. ده أول ما تعرس وبعدين والله ما تشتغل بالشغلة. القشرة الجبال ديك والله تروح ساي، والكريمات المسوينها في الوش والكشف ده كله بيروح ساي والله. تلقى لابسه لها قميص مبشتن ومليانه بصل ودكوه فهمت، والله بيقريش ما تشتريه. والشعر اللي قلته ده جت تخليه بعدين. هذا ما تملى نفسك هوس ساي، تملى نفسك هوس في الفاضي، في الفاضي ما بيحتاجوا له ده كله، كله ما بيحتاجوا له. واقول لك قوله المره اللي بيجيبوها بزيد ذاتها ما نافعه والله. ما تجيب الشيخ وانت عارف الشيخ ده وقت تمشي له، تقول لي في واحد انا دار اجيبه، بقول لك جيبه لي هنا اول حاجه، تسلمه في المحطه دي هنا، بعدك بتستلمه انت. وانت كان جبتها للشيخ وانت استلمتها بهناك، بعدك الشكل اللي بتلقاه ما تسالنا نحن تاني. انت اصلا ما تسالنا تيجي تقول لا انا ما قايل الموضوع ده كده، ما قايله بطريقتك. قال لك جيبه هنا منو؟ كله لولوه. انت لو مشيت براك سكتها في الشارع اكان خير لك من تجيبها في المحطة دي، لانه دي محطة خطرة جدا انت ما بتعرفها، بيعمل فيك عملية ما بتكتشف الا يوم الدين، شفت يوم تبلى السرائر بعدين بتلقى الموضوع ده قدامك. على اي حال الكلام ده يا اخوانا ده فسق وشر، والكلام يطول عنه اترك المجال للشيخ مزمل.